يلا نجي على المثنى. عندك عينين، عندك شنو؟ عينين. زين، عندك شنو مفعول خبر مؤخر؟ عندك عينان، ما يصير عينين، عندك عينان. زين، نجي نعرفها. عندك عينان، عندك شنو؟ عندك مفعول به وقع في المثنى. يا مثنى ايش تخربط انت؟ ايش بيك بابا؟ بابا ايش بيك؟ عندك شنو من المفاعيل؟ ظرف شنو؟ عندك شنو؟ عندك ظرف شنو؟ عندنا ظرف زمان وظرف مكان. ظرف مكان عندك فوق تحت، ها شنو؟ ظرف شنو؟ ظرف مكان عندك. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. زين، هذه الجملة عندك ظرف مكان في محل شنو؟ رفع خبر للمبتدأ عينان. عينان مبتدأ مؤخر. عندك عينان أو عيناني عندك، صارت هنا ايش عندنا؟ عندنا عندك ايش قلنا؟ خبر مقدم مرفوع مبني في محل رفع. بس في محل رفع، ماكو في محل رفع، ما قايل. عندك ظرف شنو؟ مكان في محل رفع شنو؟ خبر للمبتدأ المؤخر عيناني عندك. وعند عينان شنو؟ عينان؟ ايه مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه شنو؟ علامة رفعه الألف، لأنه مثنى. المثنى بيش يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. زين، جبناها على طار العين. رب العالمين يقول في القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. زين، ألم، نجي على كلمة ألم. الهمزة شنو هنا؟ الهمزة ألم؟ إيه؟ إيه؟ الهمزة استفهامية، لم أداة جزم وقطع، مو؟ لم، لم شنو؟ أدوات النصب: أن ولن وكي ولام وكي وحتى وفاء السببية، هذني أدوات النصب. أما أن ولن وكي ولام وكي هذني أدوات الجزم. زين، لم نجعل، نجعل مجزومة بلم. نجعل اللام ايش عليها؟ عليها علامة السكون، مجزوم بلم. الهمزة استفهامية ألم، ألم نجعل. الله عز وجل يتكلم عن نفسه، يقول: ألم نجعل له شفتين. زين، ولسانا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدايناه النجدين. زين، نجعل قلنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. زين، الفاعل الله وينه؟ الله. الفاعل وين؟ الله موجود، كائن الله عز وجل موجود، مو؟ شو نقول؟ هو. ألم نجعل شنو؟ الله عز وجل هنا يتكلم على نحن. ألم نجعل نحن، الله عز وجل بصيغة الجمع يعني التعظيم، هذا نحن بصيغة التعظيم. نجعل له، اللام هنا لام حرف جر وها ضمير مجرور. زين، ألم نجعل له عينين. عينين شنو هنا؟ مفعول به. بس أفهمك، عينين شنو هنا؟ مفعول به. عينين مفعول به، ايش به؟ مفعول به منصوب. بيش منصوب؟ منصوب بالبيش؟ يا فتحة وكبابا، عينين منصوب بالياء لأنه مثنى. ايش بيك أنت؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لسانا مفرد، اجي هنا ايش به؟ منصوب. راح اجي